أما هلأ رح نوصل لمحطتنا القانونية ورح نحكي عن موضوع أو حالة أصبحت شائعة بالفترة الأخيرة، وبنسمع كتير يا رشا عن عمليات نصب واحتيال بأشكال وطرق مختلفة كثيرا. زادت كتير بالآونة الأخيرة، يمكن هي أكيد ما أنا مبرر، ولكن الظروف صارت بالفترة الأخيرة أثرت على الموضوع بشكل كتير مباشر. أكيد الظروف بتلعب دور، وأيضا تسليط الضوء على هذه المشاكل بيلعب دور، لأنه في شغلات ما كنا نسمع عنها سابقا وإن كانت موجودة هلأ صرنا نسمع عنها. وبالمقابل أيضا سبب من الأسباب بيكون بكثير من الأحيان هي عدم توجه الشخص إلى الشكوى أو عدم التقيد بمعايير معينة تحفظ حقه في أي عملية من عمليات النصب والاحتيال. بالنهاية القانون موجود والقانون قادر أنه هو يحمي الأشخاص، ولكن في قاعدة كتير بنسمعها، القانون لا يحمي المغفلين. ما نقصد بالمغفلين هو الشخص اللي بيغفل عن حفظ حقه بطريقة قانونية. رح نتعرف اليوم على أشكال النصب والاحتيال وطرق الشكوى وغيرها مع ضيفتنا بالاستوديو المحامية غادة سلام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذة. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير لك. صباح النور، أهلا فيك. الله يسلمك. خلينا هيك نستغل الوقت أكثر معك، خلينا قانونيا نحكي شو يعني بالقانون موضوع النصب والاحتيال، وشو هي المواضيع اللي اليوم يعني فينا نقول انه بتندرج تحت قائمه النصب والاحتيال. اليوم جريمه الاحتيال اصبحت من اشد الجرائم خطوره بالمجتمع، وهي من الجرائم المستمره وليست الانيه. بالتالي فالمشرع اليوم بالتعديل اللي صادر اللي صار بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 قام بالتعديل وشدد على العقوبة بالمادة 17 واستعاض عن المادة 600، ألغى مادة 641 واستعاض عنها بالمادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 1 2011 بخصوص جرم الاحتيال، بحيث أصبح كل من حمل الغير تسليم مال منقول أو غير منقول أو سندات فيها تعهد أو إبراء بحيث تم الاستيلاء عليها احتيالا يعتبر مرتكب لجرم الاحتيال. طبعا المحتال دوما أصبح يشكل خطر جدا على المجتمع، لأنه هو يملك بصفة الاحتيال يملك الذكاء، البراعة، القدرات الذكائية، يستغل ثقة الشخص اللي مواجهه، معرفته، فهي الأمور أصبح في إلى تعقيد نسبي بالمعاملات بالمجتمع، إضافة إلى أنه هي كيف بدي أقول لك سببت قلة ثقة بالتعامل، فهذا سبب جمود بالتعاملات المدنية بالمجتمع، أدى إلى قلة الثقة، أدى إلى الجمود الكبير نتيجة جرم الاحتيال المصاب كثرته خصوصا بالأزمة القائمة. فنحن اليوم المشرع السوري شدد على العقوبة ونص بعقوبته من 3 سنوات عقوبة ل10 سنوات، إضافة لغرامة من طبعا غرامتها منيحة من 10,000 ل50,000 ليرة سوري، إضافة إلى أنه لا يستفيد المحكوم عليه من الأسباب التخفيفية التقديرية أو من أي وقف تنفيذ إذا طلب توقف تنفيذ حكمه أو وقف تنفيذ الحكم إلا بعد ما يزيل الضرر بإعادة المال المسروق أو إعادة الشيء اللي استخدمه، وهو لأنه استيلاء المال المسروق بنية التملك، ما بيتم هالتخفيفات إلا بإعادتها. هذا كان غير وارد بالنص السابق، إضافة إلى أنه يعاقب أيضا من حاول ارتكاب جرم الاحتيال، فكمان يعاقب بذات العقوبة. فبالتالي المشرع السوري شدد على هذا الموضوع وشاف أنه في خطورة أصبحت قائمة بالمجتمع اللي يجب، واعتبر جرم الاحتيال من أشد الجرائم خطورة وأسبقها من جرم السرقة، جرائم الاختلاس، استغلال النفوذ، فاعتبرها بهالخطورة هي. إضافة إلى أنه في طبعا تم تشديد العقوبات إضافة لهذا الموضوع على كتير مين بيرتكب، مثلا موظف بيستغل بياخد مصاري وبيستغل وظيفته، أيضا مين كتير حالات صارت فيها تشديد عقوبات تضاعف العقوبة فيها بحالات كتيرة وردت بالقانون ومذكورة، على الأشخاص اليوم الانتباه وبنحكي فيها هلا بسياق الحديث. استاذه غاده، يعني بما انه حكيتي نحن اليوم بنشوف كثير حالات يمكن شائعه اللي هي بما يخص العقارات، بما يخص الامور البرمجيه، بما يخص الامور اليوميه اللي احيانا كثير في ناس بتاخذ سند امانه فقط، بتقول مو معقول اعمل عقد مشان قصه او شغلتين هيك بسيطين بين محل ومحل او بين موضوع تجاري، بعدين ثقه
خلص نحن ثقة، وهذا يعني يعود إلى تركيبة مجتمعاتنا بالعموم. نحن تعودنا كلمته بميت وعد، وبالنهاية بناكل مطب كبير. فخلينا نحكي عن هاي التفاصيل، شو الحل اليوم قانونيا؟ كيف بقدر أحفظ على حقوقي بأبسط الأمور إلى أكثرها تعقيدا؟ اليوم على كل مواطن بنطلب منه عن جد، نحن كقانونيين وباعتبار حضرتكم منبر لهالحديث هذا، انه اليوم تنتبهوا انه في لكل شخص في له براعه، قدرات، ذكاء. الجاني له صفه بهالذكاء، بيستخدم ذكائه، بيستخدم في المشرع السوري حصر، حط اساليب وحصر فيها. لك بيعرف القانون اكثر من الشخص اللي صحيح بس حصر اساليبه. على المواطن بقى هو يكون واعي. عفوا منك، اليوم انا بدي، في عندي عقار بدي اشتريه، انت اليوم مفروض عليك، وهذا هو الجهل، لانه بيتم في ثلاث طرق، بيتم استغلال جهل الشخص اللي مواجهك، بيتم استغلال سذاجته، بيتم استغلال حتى اصحاب الخبره والذكاء، بيتم الاحتيال والنصب عليهم. بيصير هذا الموضوع، يعني مو انه ما بيصير، بيصير بحق الثقه، بحق الـ يعني انه والله نحن بيناتنا معرفه كثير قويه، بيناتنا اتفاق، بلا ما نعمل عقود، بلا ما نساوي مثلا في ثقه كبيره. في اشخاص تخيلي بيشتروا عقار من دون ما يطلبوا اخراج قيد من السجل العقاري، من مديريه السجل العقاري. يعني عفوا، في اليوم جهل لازم يستدرك. ما بيصير انت كمواطن تيجي تشتري عقار من دون ما تروح تراجع بالسجل العقاري. اليوم في اشخاص بينتحلوا صفات الاحتيال، طبعا في له وسائل تختلف بدقتها بال عند المشرع السوري ليعتبرها يوصفها جرم احتيال او يوصفها جرائم اخرى. فيمكن استعمال دسائس، دائما هي الدسائس بتستخدم فيها الخداع اللي هو قائم تحت الأكذوبة. سواء أنت عم تخدعي صاحب خبرة، سواء ناس بسيطين، سواء ناس ما بيعرفوا. قائمة جرم الاحتيال على الجهل، على قلة المعرفة. فهون أنت يا مواطن، أنا اليوم بدي فوت، والله فوت مستأجر لعندي، أنا ما بدي أعمل عقد بيني وبينه، خلاص ما نعرفه، في ثقة، ما انت روح تدفع رسم البلديه وحط للبلديه بخمس دقائق، بتاخذ العقد، بتروح بتنفذه بالتنفيذ، انت بتعمل له اخلاء. افضل ما تفوت بدعوى غصب عقار تقعد فيها سنه سنه ونص انت عم تتجادل معه بالمحاكم، لانك انت تغاضيت عن اجراء قانوني انت برايك مو مهم، او معلش بحكم المعرفه وبلا ما ندفع مثلا. فهون هذا الجهل القانوني اللي احنا عم نوقع فيه كمواطنين بحالات معينه. مثلا اليوم انا لما بدي اشتري عقار بدي انزل شوف بالسجل العقاري، الصحيفه العقاريه، بدي اشوف الارض شو وضع القانوني، بدي اشوف الاشارات الموجوده. بعد ما بيعمل شيء بيوقع بهالمصاب، او طبعا هي جانب صغير ويمكن ما يتوصف بجوانب الاحتيال، بتوصف جوانب اخرى. في جانب الاحتيال الثاني المختلف كمان، شخص اجى اوهمك وبذكائه قدر يخدع انه هو عنده مثلا شركه بيقدر يسحب مصاري من هالعالم، يعمل مشروع بيستفيدوا منه ماديا، بعدين مسك حاله. في الفتره الاخيره يعني شفنا على ارض الواقع هي القصه كمان. شو السبب؟ المواطن مفروض يروح يشوف ترخيص هالمكتب، يشوف مصداقيته، يشوف الخلفيه القانونيه له، اوراقه الثبوتيه، هل هذا الشخص فعلا هو مشروعه قائم؟ هل بيسال، بينزل مثلا بده يعمر مشروع بالمحافظه، بننزل بنشوف. معلش لو تعبنا بعده جهات ومؤسسات الدوله بتبين الاوراق بشكل نظامي، انت بتتفادى توقع بنصب واحتيال. هلا حتى المكاتب مثلا تبعوا للهجره والجوازات، اللي عفوا مو الهجره والجوازات، تبعوا للهجره الغير شرعيه اللي عم تصير، اللي عم يسافروا فيها، تلاقيهم عم يعملوا مكاتب وهميه ويسافروا وعم يقعوا بالنصب الاحتيال، ترجع الدوله عم ترجعهم للوطن. فهون في هالمشاكل الكبيره، هي مشاكل مو سهله. يعني المواطن بس شويه وعي، شويه متابعه للاجراءات القانونيه، متابعه انه انا ايه بدي التزم، انا اروح اقدم طلب بشكل نظامي بالمؤسسه، ادفع رسمي واخذ ورقتي النظاميه، انا ضامن لحقي. هيك بتخفف على المحامي عبء، بتخفف على نفسك عبء، وبتخفف كثير مشاكل. حتى مثلا بصير مثلا من الامثله، بتصير مثلا سرقه الافكار الاعلاميه عندكم، سرقه الافكار، حق الملكيه، في له حق ملكيه، اتفاق بين اثنين مثلا انه انا بعمل مواد برامجيه مثلا وبدنا نسافر فيها لبرات البلد، مثلا انه بدنا نبعثها لقناه خارج البلد، بده يتم ابرام عقود، بده يتم اتفاق، بده يتم هذا الضامن لما توقعي بجرم احتيال او نصب احتيال. لكن احيانا بيقوم على الثقه، الخجل بين بعضهم، اصدقاء. في حنا شيء بالقانون اسمه مانع ادبي،
احنا بالقانون هذا المعنى الادبي كمان احنا بناخده بعين الاعتبار، انه اثنين خجلوا من بعض اصدقاء، في صداقه حميمه، في اخوه، في قرابه، في زوجين، فبناخده بعين الاعتبار، بنعتمد على شهاده الشهود هيك، لكن هذا بياخذ طائل طويل بالمحاكم. نحن نتمنى انه يكون في اعتماد على الوراق، على الاجراءات القانونيه الصحيحه حتى نخفف من هالجرائم هي. نعم. طب خلينا هلا، في بعض الاشخاص بتعرضوا لعمليات نصب كثير وبصير معهم قصص كثير بحياتهم، في اشخاص بتقول لك انا لسه بدي انزل محاكم طويله، ولبين ما طلع الحكم بكون يا انا مت يا المدعي علي مات، فبتروح القصه يعني. هو نفسيا يعني ما بقى حابب ينزل. اليوم قد ايه تقديريا كان حضرتك يعني قانونيا قد ايه ممكن ياخذ الوقت يعني دعاوى النصب والاحتيال؟ هلا دعوى النصب والاحتيال بتاخذ لها مده زمنيه، الاجراءات القانونيه بدها تتخذ، بده يتم احالته طبعا للتحقيق، بده يتم هي شدده العقوبه فيه، بده يتم الاستجواب. الاساليب التي يعتمد فيها الجاني اللي ليكسب هالمكاسب هي ويصير عنده هالثراء، لانه هو قاصد فيها نيه التملك بالعقار بالعفوا بالاحتيال، وهو بيوقع المجني عليه بالفخ يعني مثل ما بينقال. هي وسائل عده، في عندنا استعمال الدسائس والاكاذيب، في عنده بيتلفق اكذوبه مثلا وبيأيدها مع شخص ثالث، بيكون حتى حسن النيه الشخص الثالث ما له خبر فيها، لكن بيشوف انه الجو مهيأ فبيستخدمها. هدول كل الاساليب القاضي بينظر له، قاضي الموضوع بينظر له وبيوصفها، بشوفها. في عندك استعمال اسم مستعار وصفه مستعاره، كثرت عنا ومشكوره نقابه المحامين بدمشق انه ينتحلوا صفه محامي، يدخلوا يعملوا وكاله او يزوروا او يعملوا ضبير، تم القاء القبض عليهم وطبعا تم استدراك الموضوع، وكمان احيلوا لجرم نصب واحتيال. ايضا في عندك دائما الجاني او المحتال بيشوف ظرف يعني ظرف ممهد له، بيلاقيه مناسب انه يفوت بقصه الاحتيال بيدخل فيها، او سواء هذا الظرف كان بالحاضر او قديم بيشوفها مناسبه، لانه دائما بيستخدم براعته بالذكاء بذكائه وقدراته الذهنيه حتى يستخدم هذا الموضوع، او ظرف هو بياسس له بجهزه بهيئ الامور، فهي هي القاضي بيعتمدون حتى كنقاط نصت عليها الماده 17 اللي بيعتمدها ليوصف الجرم بانه هو جرم نصب واحتيال، وطبعا بتاخذ المجرى القانوني الطبيعي لها ليصدر الحكم بحقه، وعقوبته مشدده قد ما حاول يتهرب بلا مؤاخذه. يعني اليوم في شغله بتنقال بالعرف انا بتزعجني، انه ايه ابتعد لهلا شيء 6-7 أشهر وشو حيصدروا، وحيصدر حكم بحقك بده يتوقف، صدر حكم انت غيابي بده يصدر حكم غيابي وبدك ترجع تتوقف، يعني ليش ليعرض نفسه الجاني لهيك 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 موقف؟ بس هو دائما المحتال بيعتبر حاله ذكي جدا انه هو اذكى من اللي وقعوا، فليش ليش انا ما بوقع؟ فهيك دائما الفكره، لكن لما بيوقعوا بيتم اللجوء للقضاء فهون يستدركوا الموضوع وبيعرفوا حالهم وين وقعوا وشو صار معهم يعني. طيب، وهذا الحديث بيقودنا لنقطة كتير مهمة اللي هي اليوم بعض الحيل التي تتبع بالنصب والاحتيال، اللي هي وضع شماعة الحالة النفسية أو المرضية. يعني بنعرف دائما القانون بيخفف العقوبات على الأشخاص اللي بيثبت أنه هن يعانوا من حالات نفسية أو من اضطرابات، فبالتالي ممكن حتى جريمة قتل تخف إذا كان هو يعاني من حالة نفسية. قديه شفتوا حالياً هلأ عم بيتم استخدام هذا الشيء بحالات النصب والاحتيال، وهل في طرق أصبحت القانون بيوجدها لحتى نتأكد أنه فعلاً لا هذا الشخص لا يعاني من شيء وبالتالي يتعاقب؟ هلأ قانون العقوبات السوري هو المستمد من القانون المصري، دائماً في دراسة لشخصية الجاني أو المحتال كجرم الاحتيال، دائما في له عناصر ومكونات بشكله نحن كقانونيين ندرسها، وايضا في طبعا الخبراء المختصين بهذا الموضوع، لدراسه الخبراء النفسيين لدراسه الحاله النفسيه، فيتم الاستعانه بخبير نفسي
لتأكد أنه هالحالة هي فعلا حالة مرضية أم هي حالة هي باعتباره هو محتال بالأساس، يعني حالة نصب واحتيال، فبالتالي يمكن كمان في تمثيل بالموضوع، لأنه هو لا يعتمد على الواقعة الجرمية بحد ذاتها، هو بيعمل فعل الخداع والكذب واعتماده على الأكذوبة ليعمل الواقعة اللي هي عبارة عن الاستيلاء والاعتداء على حق الملكية لهالمجني عليه بنية التملك وتملك هالمال اللي بيسبب له إسراء وبيسبب له أنه يوقع بالفخ المجني عليه. فاليوم طبعا القاضي ما بيعتمد فقط على كلامه أو أقواله أو استجوابه ليصدر حكمه، في خبير خبراء نفسيين مختصين معتمدين للمحكمة بيتم طبعا إصدار تقرير من قبلهم طبي بهالخصوص، هذا بتم دراسة النفسية والسيكولوجية لإله والشخصية لإله، لأنه القاضي بقاضي الجزاء خاصة له السلطة التقديرية إنه هو يشوف ويقرر القانون أو المشرع السوري أعطاه هي هذا الحق، لأنه بيعرف إنه في خصوصا بموضوع الجزائي أو الجنايات في أشكال من الأكاذيب، في أشكال من الاحتيال، في أشكال كثير من هالنماذج هي، فهو أعطاه السلطة التقديرية ليشوف ويقدر إنه هالشخص هو كاذب أم لا. هلا أحيانا كثير كان إحنا كمحامين بنطلع القاضي بيصير لحاله بيصير بيستجوب حتى المجني عليه الجاني او المحامي باسئله دقيقه جدا جدا، بتدل على قدره القاضي انه هو يكشف هل هذا الشخص هو فعلا عم يحتال ولا لا. قضاتنا الحمد لله قادرين انه يكشفوا هذا الشيء، وفي خبراء مختصين ما بيصدروا الحكم بطريقه جزافيه، اضافه الى انه في طبعا مراحل، في احاله وفي استئناف وفي جنايات احاله، يعني في محاكم في تدرج بالحكم. اليوم ما بيصدر حكم وبيطلع قطعي، اذا حس المجني عليه انه مظلوم انه هو ادعى والله انا عندي حاله نفسيه معينه، لا، في يستأنف، في ينقض، في يطلع على الجنايات، في مخاصمه، فلهيك هو في اخذ مدى لتعرفي الحقيقه بشكل كامل مثل ما بينقال. اكيد بدنا نشكر حضورك لليوم وكل المعلومات القانونيه اللي قدمتيها، وان شاء الله هيك يكون قدمنا من خلال تواجدك اليوم الفائده والمعلومات لكل حدا عم يشوفنا. شكرا لحضرتك. شكرا لكم، كلكم ذوق. شكرا لك. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك.